إلى ذلك تمكنت قوات مشتركة من اللواء 17 مشاة واللواء 35 مدرع فجر اليوم من ضبط أحد القوارب على متنه شحنة أسلحة مكونة من 300 كرتون من الأسلحة المهربة في منطقة ذباب في باب المندب. وأكد قائد محور تعز العميد ركن علي مسعد حسين أن العمليات النوعية المشتركة لأبطال اللواءين في قطاع باب المندب سيكون لها أثر بالغ في ردع أصحاب النفوس الضعيفة الذين يشكلون خطرا محدقا بالوطن والسكينة العامة وعلى سلامة المواطنين والاقتصاد الوطني.